هل تستطيع أن تحل هذه المسألة الحسابية في أقل من 5 ثوان؟ في مركز عبقري الرياضيات في مسقط سترى العجب، وبالتأكيد هؤلاء الأطفال يستطيعون حل العمليات الحسابية المعقدة بكل سهولة. 2,526 - 1,521 - 5,624 - 3,120 - 9,555 answer. يتكون برنامج عبقري الرياضيات من 8 مستويات، ويدرس فيه من خلال 4 استراتيجيات عن طريق استخدام عداد صيني، في استراتيجية أخرى نظرية الأصابع، في استراتيجية تخيل هذا العداد الصيني، والاستراتيجية الرابعة استراتيجية الفلاش كارد. هؤلاء الصغار أصبحوا عباقرة في الرياضيات، فهم يملكون مهارات وقدرات ذهنية هائلة تمكنهم من التعامل مع هذا العلم ببساطة كبيرة، ويساعدهم على تنمية المهارات الفكرية والذهنية، ويمشط ذكاءهم ويضمن تفوقهم في التحصيل العلمي والحياة العملية. تقريبا صار لي أتعلم سنة كذا شيء، واستفدت منها أشياء كثيرة، أني أكون سريعة في الامتحانات وجدول الضرب استفدت منه كثير، ودائما أكون الأولى على الصف والمعلمة تستغرب على أني سريعة كثير في الامتحانات. يعني الحسابات أكون سريع، ويعني درجات متميزة أجيب فيها. ألوها هو نظام العد الصيني، يعلم الطفل مواقع القيمة العددية، ويجعله يقبل على التعاطي مع هذه المادة بأسلوب مرح. 45 54 - 11 - 22 - 55 - 55 بالفعل عملية حسابية معقدة حتى مع وجود هذه الآلة الحاسبة، لكن مع طريقة الحساب الصينية تبدو الأمور أسهل بكثير. من عمان أيهم القاسم، اليوم على الحر.